تعالوا الآن كده يعني نذهب معكم إلى فلسطين ونشاهد هذا التقرير. كريم كريم كريم، شهر عظيم عظيم عظيم، قم للعبادة. أهلا وسهلا فيكم مشاهدي بيت للكل، رحلة من نابلس. هاي المدينة اللي كل رمضان فيها غير، لأنها بتتميز بعادات وتقاليد أصيلة، هي مثل العروس بليلة زفافها، لدرجة إنك ما بتلاقي لا حارة ولا زقة ولا بيت إلا مزينة بزينة رمضان، فوانيس وأقمار وهلال ونجوم وكل الألوان الجميلة. نابلس دايما في رمضان خير، بتبلش بالزينة والفانوس وبتنتهي بالسوق نازل والتوحيشة، عادات مميزة والحكوات اللي لسه قصة جميلة في تاريخها البلد، بروي القصص والحكاية والخبايا ليعرفنا عليها من باب الساحة ونتعرف أكثر إحنا وياكم مع حكوات المدينة طاهر بكير. نصلي ونستغفر، تعال نهلل ونكبر، تعال نصلي ونستغفر، تعال نهلل ونكبر. عمو نابلس تركت المتاشر ثلاث دياناتها، عاشوا بسبات ونبات، خلفوا صبيانها وخلفوا بناتها، مزقاقها من حاراتها تخرجوا خيرة رجالاتها، وحدتهن الياسمينة وحدتهن كنافاتها وحدتهن القريون والصابون وشرب الأرجيل على البلقون والمحبة تدوم يوم بعد يوم. عشتي يا نابلس، إلا أنها في رمضان تمتاز وتتميز بعبق رمضان وجمال رمضان وعبق التاريخ، هذه البنيان، العلاقات الأسرية. هلأ العلاقات الأسرية الحميمية في مدينة نابلس إلها علاقة في قضايا صلة الرحم في هذه المدينة، فرمضان شهر خاص بصلة الأرحام، لذلك قالوا في نابلس هم البنات للممات. والهم عمه مش الهم والله من الهم الغم، الهم يعني الهمة، نحن منتابع بناتنا بعد الزواج حتى الممات، لذلك رمضان شهر مميز في متابعة الأرحام. وكان يقولوا زمان خطيط الولاية بتدي الزواية، فبنحمل لو بناتنا الفقد في رمضان. الفقد كانت زمان تمتاز بظرف كبير يحتوي على القرشلة اللي هي القزماط، القرشلة وال 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 والحلو علوز والملبس على قضامة والقضامة المغبرة والنقارش، كل هذه الأمور والفواكه وجميع أشكال الفاكهة، بالإضافة إلى قطعة قماش أو قميص نوم أو فرش حرامات نأخذه معنا بطريقنا نقدمه لبنتنا في رمضان. يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت، يا حنان يا منان، أجرنا من عذاب النار، يا ذا الجود والإحسان، ثبتنا على الإيمان. هذه هي الكنافة النابلسية، وهذه الكنافة الحقيقة لها معي قصة. أنا بداية دراستي الجامعية كانت بالشام في دمشق، وبتعرف ان نابلس دمشق الصغرى ما شعرت بغربه نهائي، فدخلت مره على واحده من محلات الكنافه في دمشق وقلت له الله يرضى عليك بدي منك نص سوقيه كنافه اسطنبوليه، فطلع في الزلمه هيك قال لي انت منين لهجتك؟ قلت له من فلسطين، قال لي انت من نابلس؟ قلت له من نابلس، قال لي يا حيف. ايش يا حيف؟ اعمل هون وقيه، قال لي برده يا حيف، قلت له اعمل هون كيلو، قال لي مش يا حيف على الوقيه ونص وقيه والكيلو، قال لي يا حيف تكون ابن نابلس وجاي على الشام وتقول لي كنافه اسطنبوليه، هذه الكنافه الكنافه الاباضيه، اجى فيها ابن اباضه من نابلس علمنا اياها بالشام واحنا بنقول الكنافه الاباضيه، اجوا اخواننا الاتراك على الشام اخذوها على تركيا وسموها الاسطنبوليه. فالكنافة أباضية نابلسية فلسطينية، وهذه فلسطين لمن لا يعرف فلسطين. يا قيوم، لا إله إلا أنت، يا حنان يا منان، أجرنا من عذاب النار، يا ذا الجود والإحسان، ثبتنا على الإيمان. نابلس مدينة إذا أنت مشيت بزقاقها بحاراتها من همس جدرانها تسمع حكايتها، والله خلقني بخاطب الحجر والشجر والبشر بسمع هذه الحكاية من همس الجدران وبحكيها للناس. فمدينة نابلس
إجا شهر رمضان هو شهر مكافآت للأطفال، من هون إجت مسمى السوق نازل. شو السوق نازل؟ قال بعد الإفطار إحنا الأطفال بنزلوا على البلدة القديمة على شارع النصر اللي كنا فيه، بنبلش من عند ابن قمحية بنشتري فرد الكبسون التقع بتعريفه، بنشتري شعر البنات، بنشتري الحاملة إذا موسم حاملة، بنشتري كل هاي الشغلات الزاكة النعومة، وبنمشي وبتكون ماشية قدامنا الصبية اللي أكبر منا بالعمر قال دايرة بالها علينا، وبتبلش تقول ونزلت على السوق نازل ولقيت تفاحة حمراء حمراء لفاحة حلافت ما باكلها تا يجي بي وخيي، ويجي بي وخيي وأطلعني على العلية وإلى آخره. يا من له في البرايا من وبر وجود. التركية والعونة وكل أشكال الخير بتتجلى بمدينة نابلس وخاصة في شهر رمضان الفضيل، ليتأكد أهل نابلس وأهل هاي المحافظة من إنه ما في صايم ولا جوعان بات من غير أكل في شهر رمضان. خلينا نتعرف أكثر عن التركية نابلس وكيف انتقلت من جيل لجيل من الزمن العثماني لليوم علشان تصير جزء أصيل من عادات هالمدينة. يلا معنا. في البرايا من وبر وجود أمن علينا بفضل ورحمة يا ودود. يسعد مساك أستاذ ماهر، وأكيد كل عام وأنت بألف خير بمناسبة شهر رمضان الفضيل، وهي التكية اللي هي جزء لا يتجزأ من خير رمضان ومن العادات الأصيلة في رمضان. حدثنا أكثر عن تكيتنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. كل عام وأنتم بألف خير، رمضان كريم، ينعاد علينا وعليكم بالصحة وهدات البال بإذن الله سبحانه وتعالى. تكية نابلس الخيرية هي أحد مشاريع لجنة زكاة نابلس المركزية، تم استلام إدارتها من الأمور من الناحية الإدارية والفنية كلجنة زكاة نابلس في العام 2012، وهي مستمرة بإذن الله سبحانه وتعالى وبفضل الله عز وجل، وهي امتداد لما كان يطلق عليه سابقا موائد الرحمن في محافظة نابلس بحمد الله عز وجل. وتم الانقطاع عن العمل في داخل أروقة التكية بحكم جائحة كورونا لمدة عامين، ولكن بفضل الله عادت الأمور بشكل كامل وبطاقة كبيرة جدا مع نهاية العام المنصرم 2021 من شهر 11/2021 من ذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام، بعمل يوم الاثنين وعمل يوم الخميس، بطاقة إنتاجية 500 وجبة يوم الاثنين و500 وجبة يوم الخميس، هذا ما قبل شهر رمضان المبارك، ولكن بفضل الله عز وجل وبجهود كل المحسنين والخيرين أهل العطاء أهل الخير والإحسان سواء في هذه المحافظة الطيب أهلها محافظة نابلس أو من خارج محافظة نابلس، تم العمل من أول أيام الشهر الفضيل شهر رمضان المبارك بطاقة إنتاجية 2500 وجبة يوميا بحمد الله عز وجل. يوم أختي الكريمة إحنا الرابع أيام شهر رمضان المبارك وننتج يوميا 2500 وجبة يوميا، سواء من اللحوم من الدجاج من الأرز وما يرافقه من منتجات داخل هذه التكية الطيب فعلها بفضل الله عز وجل. هناك خير كثير في داخل محافظة نابلس، يوميا هناك تواصل معنا من أهل الخير والإحسان، ولا يشترط فقط كما نقول كمن يقدم زكاة ماله صاحب المال أو صاحب مال معين وما إلى ذلك من شروط وضوابط، ولكن الجميل في داخل هذه التكية من يطرق أبواب التكية من المتبرعين بمختلف الشرائح، سواء يعني كل الناس تتبرع على التكية. بالضبط، هي من يطرق باب هذه التكية من ناحية المتبرعين سواء صاحب المال أو متوسط الدخل من الموظفين من النساء من الرجال من الشباب من طلاب المدارس، حتى يسأل كم ثمن الوجبة داخل هذه التكية 20 شيكل كذا وما إلى ذلك، يتبرع بعدة وجبات، منهم من يحمل، هناك حجوزات داخل لجنة زكاة نابلس بعدة أيام حتى داخل هذه التكية، وهذا له مدلول طيب أن هناك خير كثير بفضل الله عز وجل، وهناك أهل لهذا الخير بفضل الله عز وجل ولا ينقطع. كل الشكر لك وكل الشكر لجهودكم طبعا، وهذا يعني العمل الذي نفخر به في مدينة نابلس. رحمة يا ودود أمن علينا أمن علينا بفضل وكرم وجود يا ودود.
ومكملين في رحلتنا بهالمدينة العريقة والعتيقة لنعرف أكثر من سكانها. ومعنا العم، عم الجميع طبعاً، أبو عماد حلاوة. كل عام وأنت بألف خير. كل عام أهلين سالمة. أهلين الله يجبر. ليش رمضان دايماً في نابلس غير؟ أنا لقيت عمري 86 سنة، العمر كله اللي شفته بأول عمري كمان بشوف لليوم، يعني وأكثر بكثير مما كان عليه. من دل على شيء بدل على أنه مدينة نابلس مدينة تاريخية بتحافظ على العادات والتقاليد الدينية أو سياسية كما هي. ما بطلت نابلس ملتزمة وتمسك بمبادئها. إيه كمان في كتير عادات مميزة، مثلاً الفؤدة. بالضبط. احكي لنا عنها. أنا الفؤدة والله عندي من ثلاث أيام. قال هات 50 دينار وأنا بتصرف. أخذت 50 دينار والله أظن شفت أشياء لقيتها وأنا جابت لك كويس. هذا شهر مميز بنستنى بالدقيقة. يعني أنا بخلص رمضان بقول شو ضايل رمضان الجاي. أكيد يعني شكراً لك عم أبو عماد حلاوة. وبعد هذا الكلام ما في أي كلام. العبادة تلقى السعادة، تلقى السعادة وتلقى النعيم. رمضان كريم يلي بتحلم بالغفران، ركع ساجد للرحمن يلي بتحلم. نسوة نابلس منذ زمن مش بعيد كانت دايماً تغني وتقول: بلدي نابلس حيوها، بلد الأمجاد زوروها، بلدي بلد الكنافة والرقة واللطافة، يا محلى لعب البراءة والمشي مثل الزرافة. رحلتنا في نابلس العريقة والعتيقة انتهت.